بالنسبه لك السي المتقين نتوما في الاتحاد العام للمقاولات المغرب فاش نتحدثوا على الجهات المقاول في الجهات هل يختلف عن المقاول في في, في, في الدار البيضاء وكيفاش ممكن يستافد من هذا البرنامج غنقول لك بعجاله نفس المقاول اللي كاين في الدار البيضاء هو اللي كاين في بلاصه اخرى انا, أنا, أنا, أنا آه. الاختلاف كيكون في الاكراهات المحليه ولا الجهويه هي اللي الاختلاف يعني الاختلاف ما تعلقش البروفايل ديال 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 المقاول ولكن في طريقه في المحيط ديالو في المحيط ديالو باش غايشتغل بها في علاقه جدليه مع المحيط ديالو دابا غنجيو للتفاعل اول حاجه خصنا نشيروا لها انه الرئيس الحالي قام بجوله عبر جميع الجهات اللي كاينه فيها كاين فيها الاتحاد التمثيليه للاتحاد علاش <applause> باش يستمع لان البرنامج اللي اللي وضعوا جا في اطار واحد واحد الحوار واحد الـ 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 الاستفاده من الخبرات ومن المشاكل ديال المقاولين في الجهات يعني الهاجس الجهوي عندنا في الاتحاد يعني عارفين بانه الاكراهات ديال المقاول اللي في الدار البيضاء ماشي ولا في الرباط ولا في طنجه ماشي هي ماشي اللي في تاونات او في الى غير طبيعة الحال طبيعة الحال هادو فقط امثله طبيعة الحال ولكن كنرجعوا للخاصيه ديال البرنامج من الخو... من الاشياء اللي كتميز هذا البرنامج هو الادماج هذا الشق ديال الادماج متعلق بتحسين الظروف ديال الاشتغال ديال المقاول في جميع الجهات بما فيها الجهات اللي اليوم ما كنفكروش فيها مثلا <applause> الهدف هو انه هاد الناس هادو حتى هما يتاح لهم الفرصه حنا كنتكلموا على برنامج متعلق بالتمويل يعني تسهيل الولوج الى التمويل فقط ولكن سؤال هو مرتبط باش تقول غير باش نمشيو اه. في اتجاه النقاش حول الموضوع في اطار هذا البرنامج ديال الدعم والتمويل شنو الحاجيات ديال المقاولات في الجهات بالضبط يعني مثلا باش يمكن ينجحوا ينجحوا تنجح المشاريع ديالهم دي في اطار البرنامج ديال كاين بعدا واحد المساله اللي 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 هي مهمه وهي قضيه المركزيه القرار يعني حتى البنوك كتعاني من واحد القضيه انه كيقول لك خصني نطلع المعلومه ولا الملف ملي كيكون بواحد الحجم المركز لو سياج لو سياج لو سياج باش نقولوها هذا هو الكلمه هذه أه هاد هد القضيه هذه هنايا في هذا البرنامج ما غادي يكونش عندنا هذه الاشكاليه ما يكون عندنا الاحتكاك المباشر أه أه في في الوهله الاولى مع مع البنك غادي يكونوا هذوك الليجان اللي هي الليجان تقيريه واللي هي تحسيسيه وتوعويه فيما يخص هذه الفئه من من المقاولين يعني هذه المقاولين هذه الصعوبه اللي كيعانيوا منها أنهم ما عندهمش المعلومه ما عندهمش الخبره ما عندهمش الكفاءه للتواصل مع البنك غادي يكون عندنا واحد نقولها بارشوك يعني واحد الاليه اللي غادي تحاول انه تبسط المساطر تبسط بعض المعلومات المتعلقه ببلوره هذا البرنامج وبالتالي هاد الناس هاد من الاكراهات اللي عندهم هو اكراه التواصل المباشر مع البنوك ما غاديش يبقى بالحده اللي معروفه اليوم